كل واحد وانا اقصد غير تودن الله حرجه هل كان وبرت يوتيوب كان كل نمر بنقول سعته وحنا كسو قادن دونا حلوان كتر سمر لما كا سومالي او لغو مقعابو بشير امريكا او شغي انس الدول كا ايتوبيا نكا وصر ريو واركي كدها مقالة مقتشو حنا كنا كسو قادن دونا ان وري على نور صلاة او شل شغي ان لسيد اي او مالمي لسودا فوق حرنا مقالة مقتشو دولة دفير سوماليا حريدي سيدي بوها لا ايدنا كسو قادن دونا حنا كنا كسو قادن دونا ايدان الشيخ شريف نعيد بدن تعبنا يسي إسلام ركال الدولة فارغ سمالي وكو إذي إن هو كي عبد واق أيضو أي لهاد يوحي أبقى لفر بدن الدولة كو إذي قصوق عدنا ما سيدي برام شرق رأي ملفق نقارسي أنو حنقور مرينا إن حلبان كتر سنبارمان كفدر على سمالي عدنا واي أرقع مرنا سوى نقضة تليها بوليس كسماليات أيا مركا سي الشاقي إنو مركا أركي إن تليها أما مقابرات كإتوبيا نك أوصر رأيو إنك استو هذا نك جوجو ويا رضوان حسين رضوان حسين أو سكهل لكن نك لو سردونا أما حيل كسو قبتي أما سردو إتوبيا وكثر سنة أيو كواركي ولو إن هذا رضوان حسين على ديكر المجال مقصود تري حيل هذا حالنا عيان تري وحنو كواركي سردو إتوبيا نك أوصر رأيو أسوق ولي بضد أي دبي جوجان مركا وحليه هاي وحال دورة يا إن أنا جانا لو شيءكو إن سن أدمس بحن إن محلي رادباتو ده إيشي صعتو إن سومالي إيشن عقد إسكوتاجن دكتور ده موارد يسكران البركو ده موارد يسكران سياس دراد إن هالكان الأوفر ديا يلدو لدونا يا عالم كنا وصلنا كنا معانين مركا أرد أسوي أرد باتله وأنا إن لغور تجاوي رحل بانكا يدت فر بدو حياة بدو رحل بانكا سوشيكين ويجران مركا وعليه هاي دت كسومالي إسكوتشتانو قانا هالجارو إن مرو البنا دباتو ده كده نكجستينا أنا جو حالينه وأنا جو رنكي أنا أسكح حالسنا هالإسكوت ديو سياس دراد دو أنا وناكسن إن كان وانن اللي راهدو إن بشير أمريكا مرنا تليها بوليس كسومالي صار نقضي إن حلي هرك هذا إنه حلي وانن مركز سواي أرجع أو حلي وانا ده برلمان في دار الصومالي كمدة مركز إنك استولوا ده هي فريسو أو هذا مذهب إذا كلكم قال له وقتك وقعد ما ذي مركز قارو حلو ليه هاي هذا مذهب جديد وحيوان لقاه ليه دولة تقول دولة تريد دقة أم واحد دولة كرمان إنه قاه له جديد سهل دراد دقفك حلي وانك هو حر وانا مذهب بنانين سنو وهل كرا واحد بعطاء أو مركزي laga sheegi karana ma jirto in waxa gudbeena arintaasi in waxaan u gudbeena in wariye cali nur salaad waa la siidayay xurriyad saydubeel dhor maalintii in madaxweynihii hore ee ninka la yiraahdo sheekh sharif sheekh ahmed ayaa ka hadlay in markaas ninkaasi qalada lagu xiray saxaafadda xorkana in la xakamay isan macquul ahayn marka wariye cali nur salaad waa la siidayay maanta waa xor in xurriyad saydubeel wariyahan waxa lagu yeestay waxa ahayd inuu wax ka sheegay in waxa la yiraahdo ciidamada qaranka Soomaaliyeed asagoo sheegay in ciidamadu mar walba ay markaas la soo weerarayo inay habeenkiina qeylaan maalintii ay jiifaan waxa la cunay macnaha la cunayna ay yihiin qaad ee dawladda Soomaaliya gacantadeeda ku keentay ama soo dhoofisay marka xoolo dawladdeeda qaadka ganacsanayso ama xilwaano ama wax kale ahaan dawladda qof kale oo aadane inay ay u soo dejiyaan qaadka in askartii ay cunaan suuxdii ay wajiga jiifa la soo weerarayo taasna u keenaysa dhibaato wana wax loo laaynaayo sida uu sheegay ninkaasi wariyay cali nur salaad ninkani waxa way iska wariyay madax banaan horeen waxa uu noqday xafiiska raysaraha Soomaaliya ee Xasan Cali Qeyr xilligiisii ayuu wuxuu ahaa madaxa warfaafinta sida ay wararka nagu soo gaarayaan laakiin ninkan waxa la yiraahdaa ninkii birmada Xasan Sheekh bixiyay oo arintaasi ka shaqeeyay oo markaasii Soomaaliya shiisa dunida shiisa la ninkii keenay waa leeyahay oo Xasan Maxamed dadka hadduu oranaynaa in kamid ahaa inkastoo haddii ee saxaafadda in ay ku kala duulan karaan ama go'aanada ama waxyaabo soo jeedinay inuu kala fikir duulan karaan waa iska caadi marka ودمان حريدي سوهلي دادك الله فربادان وكاهده ان وجران كومنتيدك سوقري ان وريها دي لسيدة وإله مهدي سمركا وارون وريها حريدي سوهلي وانا لسيدة وحاو قد بينا مدوين قل صدا في ان وحيا فربادان ايجري او لسلال احمري ان مركا اتسيقو في رسيد ان حالدها قود يكجر صومالي وحيا فربادان ويستيدان ايجرو ومركا ادري ادري من كرسيد ان ايدوات كجر سكودها صومالي ان شق شريف شق احمد وحولي هاي وحاجرو een hubkii cunqabateynta ee markaasii abaadam Soomaaliya laga qaaday hubkii ugu horeeyay soo gala Soomaaliya wuxuu noqday hub markaasii sharci daraal ugu soo dhoofiyay waxaana sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya hubkaas ku lug leedahay si marka oo fiirisada wuxuu yiri in lagama weecan karo in hay'adda nisa waardiyeenayso hubkan inuu dawladda ku socdo wuxuu yiri lagama marmaan waa marka sheekh Shareef eedan weyn dawladda u soo jeediyay dhowr meel ayuuna ka eegay in waxaaba ku soo eeday waxkamada amniga guud iyo markaasii la dagaalanka xuduudaha inuu ciidmo joogin waxaaba kale oo sheegay wax kamid ah in hubkaasi caawada qaso galay dad shacabka gacanta u galay in dawladda ina mas'uuliyad qaadayso in waxaaba kale ugu eedeen xukuumadda dastuurka oo dawladda qabiil qoraalka ilaa iyo afar cutub ee dhameystirtay waxaaba fara badan ayaa markaasii u dhameeyay wariyaha isaga weydiiyay waxa la yiraahdaa adiga kooxaha nabadeedka inaad la shaqeyso ay kugu eedanayaan qof kasto kasoo horjeeda fikirka Xasan Sheekh Maxamuud waxa kugu eedanayaa in markaasii kasoo horjeedaan oo waliba ay dirgelinayaan kooxaha argagixisada markaasii wuxuu yiraahday qof kasto fikirkaada diidan ama adigaan kula soconin
أرجع سمنا عن كرتوب أنا بين أرد أسي وحكم جرامة مركب شخصي لو حد رمي سهل ستة أسي يحش مع سكوايان سياسة اللي سكو هي اللي سكو هذا يو مقف ملاد ودولين سلجر هذا يو حسك عادية أن واحد وقت أنا ملان شريف ومشرح دور مرسون أخذي مرنا مدحينه كأها صومالية هذا أنا مشرح نمد جدا بيسو كفش المي إنه مدحينه كنا غض نقوله بدلالي ومركب صدنا دور عدد وهالي هذا نوع حوالي وقت كلا يسوق يا هذا وحالي يعني ضدك أشرح حل أذكر اللي حلو وقتنك أيو كم جاي إنه مركب الحل كأس سكسو تاجو أنا أنا ترتم هذه نسيب قصي إنه كقول إنسان كره هذه نسيب كي اللي أنا دمر كله وحنا قلنا هذا إنه أفر كلا سنة قصو سياسة ضايع بس ده سكيا بركة شخص ريف واحد دولته كا إذا يا وحخود الآن إن هرمر الآن الدقائق الآن إن واحد لا واحد دولته قاضي مجلس تأويل دمان تاسي وواحد بكم جيران وواحد سياسي كا مر البقاف كا وش يقو ويرى هذا دولته هذا مجلس مجلسه مركو أصو وحلك هاي له كله هاي وحول بعنا كخبرني حالته يتوسنت هاي ملو نقصنا مرسى مثلا شخصيا وقت ما عبد الله فرماجو انه حدا هي ثم والله هو بحيننا حد رم كرتا ان وقت ما عبد الله فرماجو ددك الشعب الصومالي دحين ان فرماجو يا حسن علي غير وحي كوليستن ان عيدمده لا ديوان غليو ان مشاركوده ميل لاسارو ان مركاسي حوغه دولتنما اي سو موقتي سدا اي ددك مركاسي فكرك ان نود انول امسنا اي شبيه اي ددك شعبك انتودو بدن بسده او جيدين مركا تا مركا كفيرسد و خدا هي وا ان اي بحان way baxayaan shaqada markaa waxa loo hadalkii saameen oo isugu yeelanay shalana farmaajo la waa bax maanta waxa uu xasan oo bax birino midkii madax uu leeyahay bax marka dawa fikir siyaasi ah taas waa la yaab ma lahan in qof wax qabtana ma jiro leeyahay in wuxuu leeyahay waqtigi magaalada Muqdisho joogta anaga xoreenay oo kooxii nabadidka aan ka bixinno yiri in waqtigaasna anaga joogna marka nool waxa kula tahay in wax yar ka asagu qabto inuu ku faanay dowladda farmaajana wax ma qabala ma dhig karo tan xash shaqada joogta wax ma qabala ma dhig karo tii asaga shariif oo markaas ama xash shaqo markii hore waayayna lama dhig karo wax ma qabala dowladdu baa imaad wax bay qabataa in waxa ay qabatana in dadka Soomaaliyeed u jeedo saada markii loo fiir magaalada Muqdisho sanadkii ugu dambeeyay hada amniga laa mar ama saddex mar wax ka badan qaraxay kama dhicin marka amniga dowladdu isoo kordhisa way waa isbeddel muuqda way ciidamada booliska militaara 10,000 ka badan ayaa la soo toobaray amniga wax badan magaalada Muqdisho ay ka qabteen si markaa oo fiirisid dowladda farmaajo waxa lagu tilmaamay in wax badan qabatay oo markaas ay ka midhiin diwaan gelinta ciidamada mushaaradka ciidamadooda meel saxay oo si biometric ah lacagtoodu qaadareen marka dowladda Sheikh Sharif oo ka sii horeysay dowladdu waxay dalka gaarsiisay doorasho caadi ah oo gudaha dalka ay doorasho lagu qabtay marka dowladdu wax bay qabatay yaa la saadeerin tartanka markii la gaarana waxa way nool boo nasiibki soo cunaya hadaa tiraadid in hebel wax ma qaban ama hebel wax ma qabtay ama hebel aan ka fiican taasi waa fikir siyaasi ah dadka shacabka Soomaaliyeed ayaa isan kala raacin oo ay sadeen hebel aan fiicnaa hebel ma fiicnaayna dadka Soomaaliyeed oo wada madax in xilkan waa mar badrajidisa wixii uu qabtaa lagu qiimeyn doona shirif wixii uu markaas soo qabtayna lama xaqirayo wixii uu xas soo qabtay lama xaqirayo farmaajo wixii uu soo qabtay lama xaqirayo hadda xasan oo joogana waxa uu qabtay lama xaqiri karo sababtoo waxa uu madaxweynaha Soomaaliyeed waxna uu qabanayaa waxna way ka halaabayaan marka madax walba oo ka soo marto Soomaaliya waxna way ka halaabaan waxna way saxaan marka waxa la leeyahay dowladnimo Soomaaliya ku jirta mucaaradku inuu noqdo mucaarad wax dhisaayo oo dowladnimo Soomaaliya aan duminayn inuu noqdo ay ku wanaagsan tahay sababta da maalum qayl soo diray Soomaaliya waa baaday way hoogtay waa loo kala cararay hoggaasi baahsi ku dambeynaysa adiga wax dar kugu jirto in hoggi baa ku dambeyn sharaf adbaanta magaalada Muqdisho waxba kama jiraan oo leeyahay amniga oo faa'iideysta magaalada Muqdisho wax dhibaato oo jira ma laha metel waqtiga farmaajo asaga waa la soo weeraray hotel baahida lagu weeraray maanta lama weeraray meel iska jooga marka ayad iftigaa xisaabtiina ku darsado way siyaasadu waa sidaas marka ma asantiin barnaamijka in meel fog noo gaarsiiyo qof walba fikirkiisa uu dhiiban karaa fikir qof lagu khilaafay lama jiro laakiin Soomaaliya waxa noqoto qof walba dadna ugu jirtaa hadii marka hoog iyo baa ka shakeeso dowladnimo Soomaaliya ma jirtaa atraad oo dowladu boo imaado aad qabiil iyo balaay kala dhaxmareysato horumar ma gaaraysa marka xalinahay madaxa Soomaaliya samarta oo mahasan yihiin nool bar dadaal soo qabtay dadaalka oo soo qabtay mid lamid ah lagu fadhiyo hadduu bari madax noqdo iyo hadduu hadda madax yahay inta barnaamijka barnaamijka lama kulmi doono fi amaanillaah.